واقع نادي الميناء لا يسر عدو ولا يسر حبيب. يسعدني أن أستضيف في حلقة هذا اليوم نجم الكرة العراقية الأسبق والمدرب الحالي، هو آخر مدرب فعلي لنادي الميناء، الكابتن ناظم شاكر. كابتن سعيد جدا بتواجدك معنا في استوديوهاتنا من أربيل وعلى الهواء مباشرة، كل عام وحضرتك بألف خير. وانت بألف خير وشعبنا العراقي بألف خير، وإن شاء الله إن شاء الله حلقتنا اليوم نوصل الشيء الصحيح للجمهور الرياضي العام وخصوصا جمهور الميناء، لأنه للأسف اللي يمر به نادي الميناء ليس لا عدو ولا صديق. طيب أهلا وسهلا بك كابتن ناظم. كابتن دعني أسأل ناظم شاكر، طول مسيرتك التدريبية ولله الحمد لم تكن هناك لك مشكلة مع إدارة أو مع نادي، دائما تعمل بصمت وتخرج دون أي مشكلة، هو هذا حال المدرب المحترف. إلا في نادي الميناء فوجئنا أنه صارت مشاكل، صارت تقاطعات، صارت شكاوى، صارت اعتراضات، يعني بين قوسين خلينا نكون نحكيها مثل ما يقوله هن طلع حسك. شنو الأسباب اللي جعلت ناظم شاكر يطلع حسه مع نادي الميناء وإدارة نادي الميناء؟ بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا نقطة مهمة أبدي بيها في سبيل الناس تسمع وجمهور الميناء يعرف والرياضيين وأنديتنا وإعلامنا الرياضي بشكل عام بصراحة. أول شيء أنا كمدرب مستلم الدفعة الأولى مالتي، يعني حتى يكون واضح للجمهور عندما أتكلم بالمفردات اللي بدأ بها أخونا جليل حنون وما مر بها الفريق ومعاناتنا وإلى آخره. هسه اللي حستردها قبل يعني قبل ما اتكلمها صراحه، بس حتى اوصل هاي المعلومه حتى تعرف الناس والرياضيين والاخوان والمشجعين انه اني ما عندي مصلحه بهذه التصرفات مع الاخ جليل ولا غير جليل، فقط لكون اني مدرب واتحمل مسؤوليه نتائج واتحمل مسؤوليه جمهور ومؤسسه كبيره مثل الموانئ، وايضا ارجع على اسمي ايضا اني عملت 28 سنه بالعمل التدريبي والحمد لله وشكر اللي سويته ولكل الانديه اللي عملت بها، ما مرت بهيج حاله ولا هيج وضع ولا هيج، مع اعتزازي باخونا ارجع اقول لك جليل، شخص يحب نفسه ويحب ابنه في سبيل تدمير نادي الميناء والبصره. فقط هاي النقطه اللي اقولها، يمكن انا ما اريد اعيد واكرر يقول لك ناظم عنده مشكله ويا جليل، لا، انا عملت مع الميناء وممكن عملت مع انديه كثيره بما فيهم بالامارات، عملت بعمان، لكن ما شفت حاله مثل هاي الحاله اللي يمر بها مدرب يتحمل مسؤوليه وباسمي، لكن القي رئيس نادي للاسف يعمل بعد ان صارت المشكله بابعاد ابنه. انتهت هاي نهايه العالم، كانت لا نادي الميناء، لا اسم نادي الميناء، لا هذا الجمهور الكبير الوفي مع نادي الميناء، لا مسؤولين بالشركة الموانئ اللي هم أعطونا الثقة أنه نقدم لهذا النادي الكثير، كلها انقلبت الصفحة. لح أسرد لك بعض الأمور أستاذ محمد، وأنا قلت بالبداية أنه أنا مستلم الدفعة الأولى، اللاعبين ما مستلمين مستحقاتهم تعرفون كل زين، إلا بعد مجيئي وكان أكو مبلغ وصارت مفاوضات مع السيد وزير النقل والاستاذ طالب رئيس استاذ شيف عزيز مدير عام والاستاذ طالب والاستاذ سالم معاونين مدير عام مع شركة الموانئ، كان اكو مبلغ ما قبلوا يسلموه للاخ جليل للخلافات الموجودة للامور السابقة. كابتن ناظم اذا سمحت لي يعني للاسف الشديد احنا وصلنا الى نتيجة، وما اعرف يعني اترك الجواب لحضرتك لان انت الأقرب وأنت يمكن خير من يتحدث، ربما التقاطع ما بين الوزارة على شخص السيد جليل حنون كرئيس نادي هو من ألقى بظلاله عليك أنت كمدرب والكادر اللي وياك واللاعبين والجمهور. يعني الناس تقول مثلا ليش ما الوزارة صبرت على جليل حنون إلى أن ينتهي الدوري ولكل حادث حديث، ليش وصل الحال الآن إلى الذي مثل ما يعني أسلفنا وحضرتك أيضا أيدتنا، وضع الميناء لا يسر عدو ولا حبيب. يعني أنت بحكم نجوميتك وحسب ما أعرف تتمتع بعلاقة واسعة مع السيد وزير النقل،
مكتب الوزير، لان هو الداعم الحقيقي، يعني وزاره النقل الداعم الى نادي الميناء، ليش ما تلافيتوا القضيه لحين ما ينتهي الدوري؟ والدوري على الابواب، باقي له 5-6 مباريات ولكل حادث حديث، ليش وصل الحال الى هذا الوضع المأساوي؟ سؤالك طويل حقيقة أخ محمد، لازم لكن أختصر للإجابة، أختصر لك إياها بكلمتين. نعم، هي عدم الثقة. عدم الثقة. نعم، عدم ثقة الوزارة ووزير النقل، وجنابك يمكن سمعت والجمهور الرياضي سمع أكثر من مرة صرح وزير النقل عبر قنوات أخرى أنه هذا الشخص متواجد مع نادي الميناء، أنا ما أدفع مستحقات اي شيء، لانه اي بس هاي نرجسيه. دخل اقول لك لا، مو ان اكو امور انا ما اريد ادخل بتفاصيلها لان انا مو في طرف بالموضوع. لا. اكو امور ماليه، اكو امور يعني حكاها الوزير حقيقه خلال تواجدنا وياه وجلستنا مع الاخ جليل قاعد واللاعبين. نعم. والسيد الوزير حضر الفندق بغداد مشكور وتكلم امامنا. نعم. تكلم على معسكر تونس، تكلم على المصاريف الاخرى، تكلم على الفلوس اللي انفقدت بدون، يعني بصراحه بدون، يعني ما اريد، انا قلت لك انا ما احب ادخل في اي نادي من اروح، ما ادخل بتفاصيل الماليه، انا رجل فني اخذ حقي وحق اللاعبين. اكيد انا حقي وحق اللاعبين مهم، لان انت مدرب قلت لك مطالب بمسؤوليه كبيره. نعم. نتائج، ارضاء جمهور، هذا كله تيجي من ده. اللاعب اذا ما يكون في وضع جيد نفسي معنوي مادي بدني فني، انت شلون راح تنجح بهذا الجانب؟ انا مطالب من قبل جمهور الميناء اول ما وصلت الميناء، فمطالب بنتائج الحمد لله واشكر في اصعب الظروف اللي قلت لك بيها من صارت ابعاد ابنه الاخ جليل، فريقنا قدرنا نلمه بشكل صحيح، والرجل لم يحضر، خلي يسمعني هو وجمهور الميناء والاعلام وانتم ايضا حكموا على هذا الموضوع، رئيس نادي لم يحضر الى التمرين ولا يوم واحد. نعم، خل اقول لك اياها، فعلي كان لازم اتصرف. نعم، اتصرفنا انا والاخ محمد ناصر، رحنا مشكورين السيد شيف عزيز مدير عام والاستاذ سالم واستاذ طالب، قدرنا بعلاقتنا من الرجال حتى يدخل بجوانب غير قانونيه نقدر نسميها، لكن احنا نسميها الفزعه، فزعونا الشركات اللي تشتغل. نعم. بالموانئ. نعم. مشينا بعض الامور للاعبين، اكو مبلغ متبقي 424 مليون اخذ منا جليل للالعاب الاخرى 100 تقريبا، والباقي وزعناه على اللاعبين وعلى المدربين. يلا مشينا الامور، كملنا بصراحه بالفتره الاخيره كل هذا العمل كان فردي من الاخ المدير الفريق محمد ناصر، وبتواجدي انا حقيقه اشتغلت انا في نادي الميناء، اشتغلت ليست مدرب كره قدم فقط وانما اداري مع الاخوان في سبيل حتى افض حاجه اللاعبين. زين، احنا لحد ما وصل الميناء من ترتيب 15 وصلنا الى السابع ممكن الى السادس، وفريقنا كان عالي العال. نعم. المشكله الكبيره اللي صارت بابعاد اللاعبين وطردهم من الفندق بالليل، ونزلت بالفيس والعالم كله شافه وتكلم بها. نعم. في نفس اليوم يا اخ محمد كان الاخ رئيس النادي موجود بالفندق. نعم. وكلموه اللاعبين ومن ضمنهم مصطفى كريم، كلمه بكلام صريح وواضح، قال له كابتن احنا وعوائلنا كل سيد يقول الباب علينا، يلا اطلعوا يلا اطلعوا، لانه ابو المبلغ العفو ابو الفندق بلغني العصر قال لي كابتن اليوم ما يكون الفريق اللاعبين. نعم. فمتصل بجليل، رايح جليل شايفه مصطفى كريم، قال له يا اخي احنا ده نلعب النادي الشعبي لو ده نلعب الفريق الميناء، فريق كبير، فريق التاريخ. قال له شو اسوي لك انا؟ قال له فضوا شغلتنا، قال له ماكو فلوس. قال له مصطفى، قال له يا اخي اذا ماكو فلوس الشركه اطلع خلي الشركه تعطي فلوس، يقولون اطلع جليل نعطيكم فلوس. هذا اللي نفرز جليل وصارت مشكله بينه وبين مصطفى، وبعدين تعرف تحولت الى متصل جليل على جماعات وجايين ومسلحين ودخلوا الفندق. هاي مو كره. كابتن ناظم، كابتن ناظم. نعم. يعني هسه انت من خلال خبرتك الكبيره في مجال التدريب، انت الان دخلت طرف في قضيه ما تعنيك، ولكن واقع الحال وجب عليك ان تدخل. مجبور. يعني انت صرت اداري وصرت مدرب. نعم. وصرت مسؤول عن قضاء الامور الماليه للاعبين. منو المسؤول عن كل اللي صار بنادي الميناء؟ بكل صراحة أريد منك كابتن ناظم. بصراحة أنا أتكلم أول شيء موضوع المال،
المال في كل شيء هو إذا تواجد المال تنفض كل المشاكل. لكن احنا اخذنا جانبين، الجانب المالي مهم جدا للاعبين، نعم يعني اخ محمد، والجانب الاخر الجانب الشخصي اللي هو الاخ جليل، يعني بصراحة يعني ما يفكر انه هو رئيس نادي، لاعب نادي الميناء سابقا، ابن البصرة، عليه ان يحافظ على هذا النادي، يبتعد شوية عن الـ 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 الشخصية اللي هو يتقمصها من خلال عمله. ابنه، مشكلة ابنه هاي أزلية صارت بالبصرة، يعني وأقولها أنا بصراحة، نعم كنا نحب ولدنا، كنا نحب أطفالنا، لكن مو على حساب النادي وعلى حساب شخصيتك وعلى حساب احترامك، إساءة الجمهور إليك والناس والدنيا والعالم كلها في سبيل أنه ابنك يتواجد بالفريق. ابنك عاقبته أنا لأنه غاب، وأمور أخرى تكلمت فيها ما أريد أعيدها، مو حلوة. زين، عدم انضباطيته لا بالملعب ولا خارج الملعب، والناس كلها تعرف بالبصره. طيب اترك ابنك يا اخي، اكو اساليب اخرى، انت رئيس نادي وانا مدرب. لا. تعال اسالني. لا. ليش؟ غاب، ليش غاب؟ من انطى اجازه؟ يعني هسه هاي مشكله الميناء وهوستها، لا. كلها سببها ابعادك احمد جليل حنون عن النادي؟ اذا هاي الهوسه اللي صارت كلها؟ اذا تريد تحسبها، ايه؟ استاذ محمد، اذا تحسبها والله اقول لك اياها، والله نعم، احنا مشينا الفريق بدون فلوس، اقول لك اياها، مكافاه اعطونا اياها الشركه، نعم. طبعا جليل بعيد عن الفريق لانه تقريبا شهرين ونص الى ثلاثة هو ما له علاقه بالفريق، نعم. قلت لك بجهود الاخ محمد ناصر خلف الله عليه يروح ويركض وهذا، وبجهودي انا لانه علاقتنا طيبه ويا الشركه وباسمنا والناس تحترمنا، نعم، قدرنا نحصل مكافاه للاعبين، اجينا جبنا المكافاه بهالكلام اقول لك اياها. الشيف عزيز وشيف طالب قالوا كابتن شلون زين احنا المبلغ ما يكفي، وشيف طالب كنا قاعدين وياه بذاك اليوم. نعم. المبلغ ما يكفي المكافاه، شلون زين عندكم سفر انتم بعد ثلاث ايام؟ شلون كابتن؟ قلت له بكيفك استاذ تصرف؟ قال لا انت تصرف. قلت له شو تصرف غني؟ قلت له انت لاعبين عندهم 10 ملايين مكافاه نوزعها عليهم. قال طيب دبروا 5 ملايين، هاي بدي احكي لك اياها امانه الله فوقانا وللتاريخ. دبروا 5 ملايين واني من ترجعون احسبوها طلب علي انا اطلع لكم اياها. نعم. محمد ناصر قال استاذ انا اجيب الخمسه. جبنا الخمسه، حسبنا مصاريفنا مال الايفاد اللي نجي بيه لبغداد لعبه القوى الجويه 8 ملايين. نعم. انطينا جبنا خمسه من بيت محمد، وزعنا المكافاه مال اللاعبين، واجينا منين؟ طلب من عندنا، هاي طلب، يعني فلوس اللاعبين المكافاه اخذناها من عندهم في سبيل نجي نلعب ويا من؟ ويا القوه الجويه في بغداد. نعم. طيب يا اخ محمد، كل هاي نقول ما يخالف، لاعبين عقود ما لهم، دفعه اولى ما لهم، 14 ونص وخلص الدوري. نعم. هاي قبل هاي اللي احكي لك قبل ما نطلع احنا. نعم. زين، كل هاي قابلين، يعني يوميه صاحب الفندق يطردهم ومتحملين الناس. نعم. يعني كل هاي الامور، لاعبين المحافظات يجون البغدادي يلعبون، يشوفون اهلهم يوم يبقون، يرجعون يدفعون المصاريف، تعرف الكروه مالتهم من يرجعون على حسابهم، وتعرف كل نفر 35 الف دينار بالسيارات وبالطياره 70 الى 80 دولار. زين، كل هاي ما يخالف، قبلنا بها، بس تجي لا اللاعبين يطردون في ليله ظلمه. لا طبعا كابتن ناظم، اللي صار احنا كنا مراضين عليه، ورمضان هم احنا كنا مراضين عليه من النوم ما صار. كابتن ناظم، احنا كنا مراضين على اللي صار، يؤسفني انه احنا الان نناقش قضيه يفترض هي ما موجوده بالعراق، لان العراق صاحب التاريخ، صاحب المكانه، العراق اللي لعب بكاس عالم، وحضرتك كنت احد فرسان هذا المنتخب اللي دخل التاريخ. يفترض انه نادي الميناء الاسم الكبير اللي خرج عمالقه الكره العراقيه متجاوز هاي المرحله بكثير. الان المفروض احنا نفكر شلون نطور، شلون نرجع الى المنافسه في كاس الاتحاد الاسيوي ودوري الابطال الاسيوي، شلون نصعد كاس عالم. لكن احنا للاسف يعني بسبب بعض الاجراءات الخاطئه من قبل بعض المسؤولين، حتى ما نعمم، هي اللي ترجعنا لورا. والا هسه احنا نناقش قضيه، يعني والله انا اقول عيب نناقشها، ولكن هذا صار واقع الحال، قضيه ماليه وما حد يعطي فلوس، طبعا نادي شلون يلعب. لكن ارجع واقول كابتن ناظم، الان اداره الميناء يمكن ارتكبت خطا جديد، ربما
الاتحاد سيحاسبه عندما زجوا لاعبين مضطرين شباب غير مسجلين بكشوفات الاتحاد. هذا الموضوع شلون راح يتم علاجه الآن؟ هل هناك مشكلة جديدة؟ هل الاتحاد يغض النظر عن هذا الموضوع؟ يا ريت تحكي لي عن هذا الموضوع كابتن. قبل ما احكي لك على هذا الموضوع اخ محمد، طبعا طلع الاخ رئيس النادي في وقتها وكان يعني احنا نقول غرقان يتشلب بقشاية. نعم. بعد طرد اللاعبين وشافوا اللي شافوه بالفيس والعصابات اللي حضرت للفندق واللي انصار شجار بينه وبين رئيس النادي مصطفى. نعم. وطردوا اللاعبين، تكلم رئيس النادي قال ناظم هو سبب المؤامرة، هو ومصطفى، لان اختلفوا يا مصطفى. نعم. بعد احدى القنوات عرضت من صار الابعاد اللاعبين بالليل وطردهم، ثاني يوم كان عندنا تمرين الساعة بالخمسة حضر ثاني، حضروا لاعبين الميناء كلهم، هم دي يسمعوني، هو نفسه دي يسمعني السجلين، حضروا حضرنا الليل عندنا مباراة، بعد يومين كان عندنا مباراة يمكن ويا الشرطة، فحضرنا قلنا لهم يلا شباب تفضلوا تدربوا بين ما، قال كابتن شلون نتدرب احنا، هم جوي بالليل اللاعبين كلهم مشكورين، لاعبين البصرة جوي الساعة بثلاثة بالليل كانوا موجودين، اكثر اللاعبين موجودين مع زملائهم وارادوا ياخذوهم للبيت ويضيفوهم، هذا كرم البصره اللي نعرفه. نعم. وهذا الناس البصره اللي نعرفها احنا من. نعم. رحيم الى اخر واحد موجود، يمكن حجي سعد الدراجي، ذول اصدقائنا، ذول ناس من ضياف على كل حال. فكل هاي استاذ محمد، كل هذا اللي صار، رجعوا اللاعبين بعد ان والله انت ما محلفني، يسمعني محمد ناصر، طلبنا من اللاعبين تعالوا بابا بس احضروا بس اوقفوا بالملعب، ما يخالف لا تلعبوا بس اوقفوا بالملعب في سبيل النادي والجمهور. نعم. ردنا يعني هذا الحكي الكلام الساعة بثلاثة ونص بالليل. نعم. وكلمت استاذ سالم بالاربعة الا ثلث معاون مدير عام، كلمته قلت له استاذ الموضوع كيت وكيت وباكر لعبة، بلكت باكر تطول اللاعبين فلوسهم، لان يعني لعبتنا بالعشرة المبلغ اللي خصصه السيد الوزير 15 مليون لكل لاعب، اعطيهم اياه الصبح خلصوا المعامله حتى يجون الظهر يطلعون قبل للملعب نوقف سبيل الفريق، ما صارت. المهم قال جليل انه ناظم هو اللي محرض اللاعبين. طيب بعد هذا كلمت اللاعبين البصره واني حتى اقولها للتاريخ وما يسمعوني. نعم. قلت لهم شباب انتوا لاعبين البصره ترى انتوا تلاموت اللوم يصير عليكم اكثر. صحيح. من لاعبين بغداد. صحيح. انتوا اهل البصره ومحسوبه عليكم ومن جمهوركم. قالوا كابتن احنا ما طول الشركه سحبت ايدها، منين ناخذ فلوس بعد؟ وهذا وضعنا، اللاعبين طردوهم مال لاعبين بغداد 14 واحد بيو المحترفين راحوا. زين. نعم. احنا وياهم نلعب كابتن، ردت احكي وياهم، ردت يتدربون ما تدربوا. كانت قناة الموجودة قناة العهد صوروا وتكلموا وطلع، اذا طلع كلام جليل هواء في شبك انه ناظم سلمار. طيب بعدها رجعوا لاعبين البصرة واسألهم احنا بعيدين، بعدها طلعوا لاعبين بغداد، لاعبين البصرة امتنعوا، اجينا اني وزميلي فاروق، السيد رئيس النادي رأسا لقاها فرصة. طيب انت تقول اني رئيس نادي والي كلمتي وانت رجل حوك تسمي نفسك، احنا نسميها بالعامية، تعال يا اخي انا ثلاث اشهر وين كنت؟ ماني موجود، ما تجي ولا حضر ولا يوم. بعد ان رجعنا شافنا بطلنا، سوى اقاله ناظم شاكر خليه يسمع الاتحاد، لانه احنا مطالب، الاتحاد مطالب بياخذ حقوقنا. وبالمناسبه الشكوى اللي قدمها جليل هسه على اللاعبين، هذا حق طردهم من الفندق، حق عدم استلام مستحقاتهم الماليه كعقد، مكافاتهم يدفعوها في سبيل النادي، والكراوي اللي دفعوها هم بالرجعه، ولا دينار مستلمين من بدا الموسم لحد الان. هذا جزات اللاعبين اللي قدموا للميناء، مو الجليل. طيب. للميناء كابتن ناظم انا اعرفك صريح وان شاء الله انت صريح، سمعنا يعني على لسان جليل وعلى لسان بعض المقربين من نادي الميناء واداره نادي الميناء انه ناظم شاكر يتحمل جزء من اللي صار في موضوع سحب اللاعبين او في موضوع المشاكل اللي تفاقمت، هل كان لديك فعلا يعني يد في هذا الموضوع؟ البعض فسر انه راد يرد الجليل حنون لانه جليل ما اتفق وياه وابعد احمد جليل ناظم شاكر، فبالتالي ناظم سوى هاي المشكله وفلش النادي وقلهم في مال لا وما اخذ حقوقه، هذا اللي صار. اختصر لي.
اخي محمد. نعم. انا هسه بالحاله بدي افلش نفسي. نعم. لا انت ما تتحمل المسؤوليه. انت لا تتحمل المسؤوليه 100%. لا اخي محمد احسبها. نعم. انا مدرب. لا هذا مو انا اللي اقوله كابتن، هذا الاداره اللي قالته. بس خليني اقول لك اول شيء انا مدرب. نعم. والكلام اللي قبل قليل تكلمته مع لاعبين البصره موجودين. نعم. ولاعبين بغداد موجودين، بعدين ما دا اتعامل ويا اطفال حتى ممكن اروجه واريد اوديه يسرى يمنى. مصطفى. نعم. كريم لاعبين كبار، اسامه غيرهم، هردي لاعبين كبار مو لاعبين صغار، حلا حتى انا ممكن اسير يعني حضرتك كيف في هذا الموضوع؟ خليني اكمل لك ابو جاسم محمد. نعم. خليني اكمل لك. هاي وحده. اثنين اللي صار انه اللاعبين انطردوا بالليل، واني والكادر التدريبي عامر عبد الاب ودرب التونسي حضرنا ثاني يوم للتمرين. نعم. الساعه بالخمسه يا اخي محمد. نعم. انا اذا عندي هيك حاله ما ممكن اجي احرض اللاعبين واقول لا تتدربون، اطلعوا دا اتعامل ويا مناني، لاعبين كلهم محترفين. هاي اثنين. ثلاثه يا اخي انا مطالب بنتائج وفريقنا مشي مثل الساعه، ونتائجنا جينا وصلنا خوش يعني جينا على مراتب متقدمه. نعم. زين رغم ماكو فلوس، رغم الحاله النفسيه، رغم المشكله ويا ابو السايق، رغم كل هاي يعني اللاعبين من يسمعون بصراحه رئيس. نعم. ناديك يقول له ابو الفندق انا ما لي علاقه بهم، يقول له حطلعهم، قال له انا ما لي علاقه بهم. نعم. من الوصله ومرحله السايق يجي عليه يقول له يابا فلوس صار لي انا اربعة اشهر ما ماخذ دينار من عندكم، انطوني فلوسي مال اللاعبين اللي يوديهم ويجي من الفندق لاعبين المحافظات. قال له ما عندنا الا ان تجي فلوس. قال له شلون شو اسوي العد؟ قال بكيفك اتصرف، انت اعرف شنو معناته يعني هاي اتصرف. زين من توصل مراحل اخي محمد. نعم. من توصل مراحل اللاعب يروح ويجي يروح يجيب من اهله فلوس يجي يصرفها. طيب زين هاي شلون؟ هاي اجيك على المهم. المهم انا عندي اسم وعندي الحمد لله اشكر تاريخ رياضي كلاعب وكمدرب. طيب كابتن ناظم معقول انا اجي اقول للاعب لا تجي للتمرين وانا مدرب؟ خلينا نجي للمهم، عندي اقل من اربع دقائق وياك، عندي اول شيء هل هناك حلول يقدر يقدمها الان ناظم رغم انه انت بعيد، لكن حتى على الاقل يمكن توصل رساله انه انت محب لهذا النادي اللي قضيت به فتره، باختصار جاوبني لان عندي سؤال اخر. اول شيء اخي محمد احنا اول شيء اذا اني واذا لاعبيني عندهم شخصيه وعندهم كرامه مو مثل باقي الاخرين. نعم. هذا عنده كرامه وعنده ليش شخصيه. ليش اكو ناس ما عندها كرامه؟ طبعا 100% معروفه وكله يعرفوهم، كلهم يعرفون اللي اكو ناس ما عندها كرامه. نعم موجودة. نعم 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 نعم. مثل منو؟ لا كرامه لا حتى احساس ماكو، ما اريد اذكر حسب علي كلام ولو انا لا خايف ولا تعرفني انت ما اخاف انا مال الجانب، وتكلمت بيه بالبدايه هوايه بصراحه، انطيت حق الشخص وغير الشخص، بس ما اريد اجيب اسم ويضيف لك ناظم يوميه عنده مشكله ويا هذا الشخص لانه طيب. يجيب اسمه. طيب الحلول بسرعه. اول شيء اذا لاعبينا واذا اني الحمد لله وشكر نملك كرامه ونملك شخصيه ونملك كلمه مثل الرجل كلمه هو. نعم. مو مثل باقي الاخرين. نعم. المهم فاحنا اذا لاعبين ينطرد من الفندق بالليل ويرجع هذا الشيء خصه حسب طيب. حسب تربيته يعني وصلت الفريق مسدود ماكو حلول. اذا رئيس نادي ماكو حلول بعد خروجي يسوي اقاله المدرب يكتب. نعم. واحده طبعا واحده يقول هو الكتاب رايح للاتحاد كامل النصاب اول طيب. شيء هو وبنيه واحده وواحد اسمه نبيل فقط واربع اعضاء اداره ضده هم سبعه زين بس هو كاتب كامل النصاب وهاي من صالحي انه كتبت الاقاله انا يعني لان حقك بها زين الاقاله من عندك احنا انا بالنسبه لي وكلاعبين انا احكي عن نفسي حتى لا يقول ناظم يقول لاعبين هيك يحرضهم لا طيب لاعب اللي عنده كرامه بهذا الوضع يريد يرجع اما بالنسبه لي نعم مع اعتزازي واحترامي للناس اللي شفتهم واللي اعرفهم في جمهور من جمهور الى مسؤولين الى شركه الموانئ الى الاخوان الاشخاص الاخرين الى الكل ما ممكن اني اكون حاليا بوجود الاخ جليل حنون طيب بوجود اني ارجع عرفنا رايك كابتن هسه عندي اقل من دقيقه وياك اقل من دقيقه ما هي التجربة التي خرجت بها كناظم شاكر مدربا بعد تجربة الميناء بأقل من دقيقة الحمد لله وشكر رغم كل الصعوبات اللي مرينا بيها رجعنا وقفنا الفريق على حيله ومن ال 15 جبناه سابع وممكن مباراة الحدود بثلاث ثواني سجلوا عنين نصير سادس ورجعنا الفريق والفريق كان يبشر بخير وبشهادة الجمهور والإعلام كله هذا اللي مرت بيه أصعب ظروف مرينا بيها نعم. حققنا نتائج وايضا بالنجف اصعب ظروف هم مرينا بها نفس الحاله لكن هنا الاداره وياك هاي الاداره ضدك نعم لاسباب قلت لك اياها بالبدايه ما اريد اعيدها
نعم. وايضا حقق نتائج والحمد لله اشكر فريق النجف اللي تشوفه وفريق الميناء بنتائجنا كفنيا. احنا نحكي احتوينا نعم. الحاله وصعب جدا اقول لك اياها والله نعم. مو لانه اتكلم عن نفسي نعم كابتن الناس تتكلم عني نعم. رغم الظروف الصعبه رغم كل شيء لكن قدرنا نحتوي اللاعبين ونوصلهم لهذه المراحل النتائج الطيبه وانا اشكرهم من خلال قناتكم واشكر كل الناس اللي وقفت ويانا من شركه الموانئ واني اشكرك ايضا كابتن لانه داهمنا الوقت. اشكرك كابتن ناظم شاكر النجم الدولي الكبير السابق والمدرب الحالي واتمنى ان تكون يعني هذه التجربه بالنسبه لك اضافه ان شاء الله. اتمنى لك الموفقيه والنجاح كابتن ناظم شاكر. شكرا. إذن